وتريزيجيه ممكن يرجع؟ ما اعرفش، يا ريت، بس هو ماشي كويس هناك مع قاسم باشا. اه ده في التشكيله الرئيسيه اللي يجي سادس او سابع ماتش في الدوري التركي. اه طيب، اذا كان بيقول لك الاهلي يلغي يغلق الصفحه لانه ماشي كويس. وبالنسبه لعمرو جمال، عمرو جمال عنده مشكله في بيتفست، وعايز يروح قلنا هلسنكي، ده ما معناه انه احتمال كبير يرجع في اخر السنه. الموسم.